السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم صحة والعافية. شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم عندنا تحدي جديد، طبعا اللي ما عنده مثل هذا شوف، درجة درجتين، حلو. ما عندك مثل هذا تقدر تستخدم هذه. اليوم الأسبوع أنا عاطي هذه الأشياء إجازة. ماش عندك أبو دردش اليوم؟ ماش تحديك؟ تحدي اليوم راح لعب صدر، راح لعب باي دون أوزان، وراح نشغل الصدر 100%، وراح نشغل الباي 100%. تمارين مقاومة قوية جدا جدا جدا، وهو تحدي بالنسبة لي، وراح أشوف أنا قد التحدي واللي بيتمرن ياي يعني. هل هو قد التحدي أو لا؟ Let's go guys. قبل لا أبتدي في تمريني راح أقول لكم على الشغلة. أنا إنسان أحب التغيير مستمر، أغير وارد أرجع، أغير وارد أرجع. أنا ما أنا نفسية، ولكن أنا أمل بسرعة. تمام، بتقول لي شلون؟ زي أكل الدايت. أكل الدايت أنا راح أجيبها لك بطريقة أسهل وبسيطة. أنا عندي أوزان وأقدر أتمرن فيها وخلاص، وأستمر وأغير التشكيلات، ولكن أنا ما أحب بني أصير على ليفل واحد. أحب أن يكون عندي النظام هرمي، كي طالع نازل طالع نازل. أكل الدايت لما تتعود على أكل الدايت راح تمل، فلازم تخرب لك يومين وترجع، وراح بتشوف نفسك لايف ستايل عندك ما راح يتغير. تعرف الأيام اللي تخرب فيها، وأكيد بتكون أيام ويك إند أو أيام أنت تحبها، تمام، اللي يكون فيها تجمع أهل. غير كذا انت جاهز حق التمرين؟ انا عندي 10 دقائق اجهز وضعي ونجي نبلش. الثرثرة الزايدة ما لها داعي، بلش تمرين والنقواي والنفذة، يعني اجسامنا تصير نشيطة، لان انت في وضع حظر الحين وما عندك جدول تسويه، يخترب طال عمرك. اي نعم يخترب. فخلك وش اسمه صدري عود، وتمريننا بعد 10 دقائق انزادت 15 دقيقة. بس ارتب وضعي ونتمرن. شفينا كده يا الحبيب جايز لي الوضع. يلا اول شغلة راح اشرح لكم هذا المستوى، تمام، يبين عندكم هذا المستوى. ليش جبت لك هذه تقريبا نفس المستويات. لما نمسحها نلاقي نفس المستوى، تمام، ولما نرفعها بنلاقيها نفس المستوى. اكيد في ناس بيقولوا يا ابو دردش احنا ما عندنا، عشان كذا فصلت لك كل التفاصيل. خدت زي هذه ما عندك؟ ما عندك زي ذا؟ عندك حتى الاجزاء تقدر تستخدمها. حلوين بلش تمريننا. اول شيء تسخين، وزي ما قلنا 25 دقه، 1 2 أو اللي يبغى يتمرن هوب. أوكي 25 دب ريفرش إلى الدورة الدموية عند جسمك، بلش تمرينك ولا عليك من أحد. ساعة تحرك. أوكي بسم الله كذا عشان بينكم، ولا هيك عشان بينكم. أول شيء راح نلعبه ضغط مستوي. طبعا لازم يصير جسمي سيدة، والإيد شوف الإيد فوانا في نص الصدر، تمام؟ هذا 1 2 10 عدات ونريح. حلوين. بعدها خلينا نلعب عداتي دي أول وارجع لكم. شباب اي تمرين تلعبه، اوه شب صدق، اي تمرين تلعبه اعرف ان فيه ضيق مستوي واسع. اوكي الحين اللي قاعدين نلعبه حق هذه المنطقه اللي في النص، فراح نلعب التمرين بشكل واسع بهذه الطريقه. حلوين زيده ان شاء الله يبين عندكم واضح بهذه الطريقه. هذا 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10. التريح بين التمرين واللي بعده يكون من 20 ثانية ل 30 ثانية، لا تزود او تنقص عشان تصير على ليفل كده وتكمل التمرين. سهلة ها؟ طبعا تمارين الصدر، الصدر مربع يصير اوكي. تمارين الصدر الضيق، في ناس واجد تختلف في الضيق، ما فهمنا عليك ليش، وضح لنا اوكي. راح اوضح لك طريقة سهلة. في ناس تحط يديها بهذا الشكل اوكي وتلعب وترس حلوين، في ناس تحط يديها كروس وتنزل بهذا الشكل وتطلع، هم هذا ضيق اوكي. في ناس تقول لك لا انا العب ضيق بهذا الشكل بس على الشكل المثلث اوكي، ما اظنهم يعني مره حيل بشكل مثلث يصيروا بهذا الشكل والعب اوكي. فانت اختار الحل الامثل وتمرن تمرينك 10 حدات 4 جلسات زي العسل. راح نلعب نفس التمارين اللي لعبناها واحنا تحت، راح نلعبها على المستوى الاول بهذا الشكل ان شاء الله يبين لكم فل اوكي بيكا تمام. حلوين، راح نلعب المستوى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اول ما نخلص نفتح واسع وعلى طول هوب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 على طول ضيق. معليش لما وصلنا قريب الضيق قطعنا ان البتري لو. حلوين، بعد ما لعبنا الضيق هم نفس الشيء على هذا راح نلعب سوبر، ولكن السوبر هذا كم جلسه راح نلعب؟ جلستين بس، الجلسه اللي لعبتها قبل شوي وبعدها الحين جلسه تمام. بعدها على طول راح نطلع على المستوى اللي بعده اوكي، اخر مستوى. بعد ما نخلص اخر مستوى راح اقول لكم تمارين عشان لا تطول السنابات، فراح نلعب نفس التمارين بس على المستوى اللي بعده. حلوين، اخر تمرين هو اهم تمرين، ليتس جو. بعد ما لعبنا جلستين سوبر اخر تمرين وبعد للعشرة ها، هذا هو بهذا الشكل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كذا تطلع 2 وتلعب ها مره ثانيه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لما نجي تشد شد بقد ما تقدر 10 مرات ها، يلا ها يلا عشرة في عشرة عشرة. لما اجي اضغط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اكون ماسك النفس، هذا النفس اكون ماسك انه هني هني انا اجيب الاكسجين واخليه ماسك في العضله يسوي فيها بومب مع ضغط الدم تمام. هذا اهم تمرين في التمارين اللي لعبناها كلها 10 مرات وبس. حسيت ان جالك دوار راس وقف وقف، خذ لك كم نفس عميق، هو اهم تمرين. بعد شوي تمرين الباي بنخلي الباي يتفجر بدون اي وزن وبدون اي حاجه في الحياه، بس انت وشفت هذا التمرين صح، شفت هذا التمرين نفسه ولكن في الباي. لما اجي العب اشد شوي شوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
طبعا تمارين الباي راح نلعب بهذا الشكل، ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وريح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 متى بلش العد من اطلع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي هذا اول تمرين اللي راح نلعبه بهذا الشكل. نخلص منه ونقول لكم التمرين اللي بعده. قسم ما تستفيد تشلع الدايركت قول لي ما استفدت، والله العظيم العب بالتركيز اللي قاعد اقوله لك. بلاش قاعد في بيتك ما عندك ولا حاجه وقاعد تتمرن، بلاش قاعد تسوي ساعه في اليوم وترتاح باقي اليوم كله طاقه حيويه تحس نفسك انت انسان ثاني، نومك اكلك شربك كل شيء راح يتغير. اكلك شربك نفس الشيء اوكي كل شيء راح يتغير فيه. بعد ما لعبنا 4 جلسات بهذا الشكل راح بهذا الشكل لعبنا صح، الحين راح نعكس ايادينا نخليها بهذا الشكل وراح نلعب 1 2 شوف في المد والتنزيل لازم يكون عندك ضغط كأنك تشيل وزن ثقيل اوكي كده ها هذه ما فيها عد عشر عدات. هذا يسموه تمرين الهامر، نفس ما كنت امسك الدمبل والعب بس هذا بدون دمبل، هذا بقوة الدفع ومد دافع شد ومد شد ومد اوكي اشد وارخي اشد وارخي بس بهذا الشكل. كل تماريننا راح تكون 4 جلسات وكل جلسة فيها 10 عدات، يعني لما نلعب هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نريح 20 ثانية بعدها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لعبنا جلستين 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ثلاث جلسات 1 2 3 هذه تصير 4 جلسات كل جلسة فيها 10 عدات تمام. تمريني اللي بعد عشان لا نطول في السنابات يكون بهذا الشكل، اكو يكون سيده هذا واحد بس ترص وتمد لهني بس 2 3 4 5 6 شوف كوعي ثابت 7 8 9 إن شاء الله أكون أفدكم بكل ما أقدر، بس هذا اللي عندي. إذا استفدتوا هالقد عليكم بالعافية، والله والله إن في بعض الناس قاعدة تبيع هذه التمارين اللي قاعدة أنا أعطيك إياها. إيه صحيح والله التمارين هذه في ناس قاعدة تبيعها، في ناس بس تكتبها يعني بعد ما تصور لك التمرين. عليكم بالعافية اللي بيتمرن واللي ما بيتمرن بيشوف هذه التمارين خسران والله خسران. عموما الحلقة هذه اللي صورتها راح تصير في اليوتيوب في القناة نفسها اللي ينحط فيها فيديوهاتي تمام. عليكم بالعافية، شكرا لي عفوا لكم ما قصرتوا، رحم الله والدي ورحم الله والديكم. ها خلاص يلا مع السلامه.